مجمع كبير لإنتاج الأمصال، هو الأكبر في الوطن العربي وشمال أفريقيا، مجمع فاكسيرا لإنتاج اللقاحات. المجمع ده جرى افتتاحه في أكتوبر، هينتج كل الأمصال، كل اللقاحات اللي احنا نقدر ننتجها أو اللي نحتاجها في بلد. الحاجة التانية، من خلال هذا المجمع تستطيع أن أنت تصدر الأمصال إلى بقية دول العالم، تحديدا المنطقة المحيطة بيك أفريقيا. أمن قومي طبي أو صحي، أن بلدي تمتلك الأمصال اللي أنا أحتاجها كمواطن. هنشوف هذا التقرير عن مجمع فيكسيرا. أولت الدولة المصرية اهتماما كبيرا لتوفير لقاحات فيروس كورونا، حيث وضعت القيادة السياسية مخططا متكاملا لتطوير الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا، ورفع قدراتها لتصبح مصر مركزا لتصنيع اللقاحات وتصديرها للدول الإفريقية بعد تغطية الاحتياج المحلي. خطوة تاريخية ستضع مصر في مصاف الدول الرائدة في هذا المجال، حيث أشادت منظمة الصحة العالمية بجاهزية خطوط الإنتاج بمصانع الشركة. تم تجهيز مجمع فاكسيرا بمدينة السادس من أكتوبر بتكلفة بلغت 17 مليون دولار، ليصبح ذراع الدولة القوي في تصنيع لقاحات فيروس كورونا وفقا لمستويات الجودة وطبقا لمعايير منظمة الصحة العالمية، كما يتميز بكونه صديق للبيئة. كما أنشئ موقع مجمع مصانع فاكسيرا على مساحة إجمالية حوالي 60,000 متر مربع، ويتضمن مصنع اللقاحات الحيوية، وذلك على مساحة 5,500 متر مربع، ويضم 8 معامل مركزية مزودة بأحدث الأجهزة الخاصة بقياس جودة اللقاحات والثبات، إلى جانب اختبارات مأمونية المنتج النهائي. كما يضم المصنع مجمع ثلاجات مركزي يسع لتخزين 150 مليون جرعة، كما أنه مراقب إلكترونيا لضمان التخزين الآمن. وتعادل القدرة الإنتاجية لمصنع لقاحات فيروس كورونا في مجمع مصانع فاكسيرا بمنطقة السادس من أكتوبر 6 أضعاف القدرة الإنتاجية لمصانع الشركة بمنطقة العجوزة.